السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوارنا الكرام، إليكم بعض النصائح للحفاظ على صحة أفضل وتجنب التعرض للأمراض والعدوى خلال فترة الزيارة. نوصيكم أولاً بالحفاظ على نظام غذائي متوازن وحمية مثالية، وذلك بتجنب السكريات والأطعمة الدسمة والمعلبات والمواد الحافظة، والتركيز بشكل أساسي على الخضار والفواكه الطازجة لما تحويه من معادن وفيتامينات بنسبة عالية. كما نوصيكم زوارنا الكرام بتجنب تناول السوائل الحاوية على كميات عالية من الكافيين كالقهوة والشاي، وتجنب المواد التي تحتوي على تركيز عالي من الكافيين كمشروبات الطاقة، من المعروف تأثيرها المثير للجملة العصبية وما تحدثه من أعراض كالأرق والعصبية والتوتر واضطرابات النوم واضطرابات هضمية. كما نوصيكم زوارنا الكرام بالتخفيف من تناول العصائر المثلجة أو شديدة البرودة وعدم تناولها بسرعة، كون لها تأثير مضر على الجهازين العصبي والهضمي، حيث إنها قادرة على إحداث تقبض وعائي شديد مما يسيء لوظيفة كلا الجهازين المذكورين.